المسؤولية الأساسية في تلك الجرائم تقع على عاتق مصر والمسؤولين المصريين والذين نفذوا تلك الهجمات الجوية ضد المدنيين، ولكن هنالك مسؤولية مساعدة أو إسهام تقع على عاتق فرنسا والتي قدمت المعلومات التي سهلت تنفيذ تلك العمليات، حيث أن فرنسا كانت تعرف تماما ما الذي ستفضي إليه تلك المعلومات عن استهداف وقتل وإصابة مدنيين. عملية عسكرية سرية تمت بالتعاون ما بين القوات المسلحة المصرية وما بين الاستخبارات الفرنسية، وقتل بموجب هذه العملية مئات من المدنيين. جريمة مشتركة بين الجيش المصري ونظيره الفرنسي في الصحراء الغربية، قتل فيها عشرات من المدنيين المصريين داخل سياراتهم. فما هي أسرار العملية سرية؟ فضيحة عسكرية كبيرة كشفها موقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز، مستنداً إلى مئات الوثائق المسربة من الرئاسة الفرنسية ووزارة الدفاع والمخابرات العسكرية الفرنسية، تفيد بمشاركة قوات فرنسية في عملية لصالح الجيش المصري استهدفت المئات من المدنيين المصريين. القصة بدأت في 13 من فبراير عام 2016 بوصول 16 عسكريا فرنسيا إلى القاعدة العسكرية بمرسى مطروح، ونزلوا في مبنى بدائي أصبح فيما بعد مركزا لعمليات عسكرية سرية أطلق عليها اسم سيرلي. ما مصلحة فرنسا في الموضوع؟ كما تعلمون أن مصر هي سوق كبير لفرنسا. ننسى بأن فرنسا كانت عاجزة على أن تبيع طائرات الرافال إلى أي دولة، فكان السوق الأكبر والإقبال الكبير كان من مصر. اشترت 12 رافال، بعد ذلك اشترت 36 رافال، كانت الصفقة تقدر بملايين الأوروات مع مصر، فبالتالي مصر كانت تغري فرنسا بالصفقات العسكرية، لذلك كان هذا التعاطف السخي وهذا التعامل السخي لفرنسا مع مصر. وضعت اللبنة الأولى لهذه العملية في 25 من يوليو عام 2015، عندما زار جون دريان وزير الدفاع الفرنسي السابق القاهرة للقاء صدق الصبح وزير الدفاع المصري وقتها. طلب الجانب المصري مساعدة من باريس لتأمين 1200 كيلومتر من الحدود المصرية الليبية. وافق الفرنسيون من فورهم وأكدوا بدء العمل على خطة سرية تشرف عليها الاستخبارات العسكرية الفرنسية بشكل مباشر، لكن المهمة انحرفت عن مسارها إذ تحولت إلى استهداف المهربين المدنيين المحتملين على عكس المتفق عليه، وهو مواجهة التهديدات القادمة من ليبيا. المهم والأساس أن هناك جرائم ضد الإنسانية، أنه ليس هناك أي أساس قانوني يسمح بهذا الاعتداء على المدنيين، والأخطر من ذلك وأن تساهم دولة أجنبية في ذلك. جرائم العملية. لكونفرساسيون تليفونيك. في 21 من سبتمبر عام 2016 رصدت طائرة تجسس فرنسية تابعة للعملية سيرلي إحداثية 8 سيارات تسير وسط الكثبان الرملية بالصحراء الغربية. على الفور نقل مركز العملية الفرنسي الإحداثية إلى غرفة عمليات الجيش المصري، وفي غضون دقائق استهدفت طائرة حربية مصرية تلك السيارات. كانت تلك العملية واحدة من 19 عملية شاركت فيها فرنسا بمعلوماتها الاستخباراتية في استهداف مدنيين مصريين ما بين عامي 2016 و2018. شيء خرافي. اللي بيجمع بقى الأنظمة المصري والفرنسي هو صفقات السلاح السرية الغامضة على حساب حياة مصريين قتلوا بدم بارد، يعني مهزلة الحقيقة. شكاوى دولية. موقع ديسكلوز الفرنسي أعلن تقديم منظمتين حقوقيتين شكاوى رسمية إلى النيابة الفرنسية والأمم المتحدة للتحقيق في تواطؤ مسؤولين فرنسيين ومصريين فيما وصفوه بجرائم ضد الإنسانية وقعت تحت مسمى العملية سيرلي. وقالت المنظمتين كود بينك ومصريون في الخارج من أجل الديمقراطية إن فرنسا ساهمت في قتل وإصابة مئات المدنيين المصريين دون محاكمة أو تحقيق. أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق
قمة الهرم، هرم النظام في مصر، وذلك بسبب الأدلة التي أشارت بوضوح أن السلطات الفرنسية ومن أعلى المستويات القيادية علمت بالجرائم التي يتم ارتكابها، ورغم ذلك استمرت في التعاون مع السلطات المصرية وتقديم الدعم لها وللعمليات التي كانت تنفذها. نفس الأمر مع السلطات المصرية بالتأكيد، فالعمليات نفذتها القوات الجوية المصرية، وبذلك فهذه الجرائم ارتكبت نتيجة قرارات اتخذتها سلطات عليا مصرية. ما الذي تعتقدين أن الخطوة القادمة ينبغي أن تكون؟ الخطوة القادمة الذي نعمل أن نراه أن الادعاء الفرنسي سيقوم بالتحقيق والتدقيق من الأدلة التي قدمناها والوثائق التي قدمناها له، ومن ثم جلب اتهامات رسمية من خلال القضاء الفرنسي. ما هي النتائج اللي ممكن نوصل لها بعد هذه القضية؟ بعد هذه القضية سيتم محاسبة كل المتورطين كيف ما كانت مكانتهم السياسية أو كيف ما كانت حصلتهم. الفرنسيين، الفرنسيين، أنا أتحدث عن الفرنسيين طبعا، وبعدين سأتحدث عن الأجانب. الفرنسيين إذا ثبت تورطهم ستتم محاسبتهم بحسب القانون الفرنسي. فيما يخص الأجانب سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم هنا في فرنسا، ومن حق القضاء الفرنسي أن يقاضيهم هنا وأن يحاكمهم هنا. كل ما الأيام بتتقدم كل ما بنكتشف أكثر جرائم لهذا النظام ومن يقف وراء هذا النظام.